من الشعب الجزائري. فالسهر نتاعنا يكون نسهروا عليهم مثل ما نسهروا على المواطنين اللي عايشين داخل الوطن، وما كذلك راهم عرضة لمساومات وعرضة لظلم وعرضة لكثير من الابتزازات في البلدان اللي هم عايشين فيها. ما نقدرش نفرق بين أبناء الوطن الواحد عايش في الغربة ولا عايش داخل الوطن. باقي بالنسبة لي أنا قلت التغيير يكون بالكفاءات لا الولاءات، والكفاءات أينما كانت، وفي الجالية تاعنا في الخارج فيه كفاءات وكفاءات كبيرة. اليوم يشرفنا أننا نعرف باللي في الولايات المتحدة ابن من خريجي باب الزوار اقرا هنا ودرس هنا ودى شهادة تاع باب الزوار، وهو اليوم الذي يقود عملية الوصول إلى كوكب مارس. هو جزائري، سير شيف دو فيل. إذن احنا قادرين نجيبوا الكفاءات تاعنا من أبنائنا، ما نقصيهمش، بالعكس البلاد تحتاجهم، تحتاج الكفاءات تاعهم. باقي دروك من ناحية القوانين، ناخذ القوانين اللازمة اللي تخليهم يندمجوا بسرعة داخل الاقتصاد الوطني، داخل المنظومة الاقتصادية بصفة عامة. هما يشتكوا من مادة من المواد اللي قصاتهم من بعض المسؤوليات، هذه تراجع حسب أهمية المسؤوليات واستراتيجية المسؤوليات. إذن بالنسبة للجالية نتاعنا ما فيش فرق بين مواطن جزائري عايش في الغربة ومواطن جزائري عايش داخل التراب الوطني. وشكرا. السؤال موجه إلى المترشح عبد العزيز بالعيد، وذلك في إطار الضوابط التي نعتمدها دائما في إدارة هذه المناظرة. والسؤال يقول: لم يستسغ إخواننا وأخواتنا في الخارج التهميش الذي طالهم من خلال التعديل الدستوري الأخير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر، وهي القادرة على أن تقدم الكثير لبلادنا في كل المجالات؟ أول شيء اللي كسرنا به العلاقة بين الجالية تاعنا في الخارج والجزائر لما قطعنا الصلة في بعد 89، بعد الدستور الجديد للوددية تاعنا اللي كانت في أوروبا، يعني كسرناها وما بينا ولا علاقة، وما قدرناش تكون اتصال بين الجزائر والجالية تاعها. بعد وقت درنا منتخبين برلمانيين اللي قسمنا الجالية تاعنا في الخارج، ودرنا برلمانيين اللي يشاركوا في البرلمان. ولكن في الدستور الأخير دخلنا مادة 51، هذه المادة اللي ما تعطيش الحق للزواج الجنسية اللي هما برلمانيين ولكن ما عندهمش حق أنهم يكونوا في المسؤوليات. كسرنا وخلينا الجالية تاعنا تنتفض، المشاكل الاجتماعيه تاعهم ما حليناها لهمش. الان هم عندهم مشاكل في الخارج وعندهم مشاكل في الداخل، يعني لا هم جزائريين ولا هم اوروبيين. التذكره نتاعنا هي اغلى تذكره بالنسبه للنقل تاعهم، اغلى تذكره في العالم بالنسبه للنقل تاعهم. مشاكل كبيره لما نتكلموا عليهم الان ونحاولوا اننا نديروا سياسات باش نقربوا الجاليه تاعنا. هل فتحنا لهم الابواب تاع السكن؟ هل قادرين يستثمروا وفتحنا ابواب الاستثمار للجالية تاعنا في الخارج؟ هل خلينا الاطارات والكفاءات العلميه فتحنا لهم الابواب واللي قادرين نجيبوهم وقادرين يساهموا في دفع عجله النمو في الجزائر؟ الجالية تاعنا في الخارج هي قوه حقيقيه اقتصاديه، هي قوه اللي قادره تساعد الجزائر للنهوض، وخاصه في الفتره هذه الصعيبه لابد اننا نسترجعها، نسن قوانين، نحي هذا القانون، نلغي هذا القانون 51 وندير قوانين كثيره اللي نخلي الجاليه تاعنا تلعب الدور تاعها الاساسي في دفع عجله النمو. انتهى الوقت. شكرا. السؤال نفسه موجه الى المترشح علي بن فليس: لم يستسغ اخواننا واخواتنا في الخارج التهميش الذي طالهم من خلال التعديل الدستوري الاخير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر، وهي القادرة على أن تقدم الكثير لبلادنا في كل المجالات؟ الجالية في المهجر
يتقارب عددها من 8 ملايين رجل وامرأة والأبناء نتاعهم. ماذا فعل مهندسو الإفساد في الجزائر وزارعوا الفتنة في الجزائر؟ قسموا الشعب الجزائري إلى قسمين، شعب يعيش في الجزائر وشعب آخر يعيش خارج الوطن لإحداث فتنة في البلاد. أنا أتعهد أمام الشعب الجزائري إن أرادني أن أكون خادمه أن نحي هذه الفتنة وهذا التقسيم وهذه التجزئة وتقسيم الشعب الجزائري إلى قسمين ونصبح كل سواسية. ثانيا، الجزائري أو الجزائرية العايش في الخارج لما يريد أن يستثمر في الجزائر لابد أن يعرف الشعب الجزائري باللي القوانين الحالية يعتبروا المستثمر الجزائري العايش في الخارج لما يجي يستثمر هنا كأنه مستثمر أجنبي وكأنه مو جزائري. النقل نتاعه بالطائرة أو بالباخرة أصعب من النقل تاع اللي يسكن في الجزائر، زائد نقل الجثامين للجزائر هذا شأن الدولة وشأن العالم الجزائري كذلك. كل هذه المسائل خبرات جليلة وقدرات عالية في كل ميادين مهمشة ولا يسمع إليها. لازم يكون مجلس فيه الكفاءات وفيه التمثيل نتاع القدرات يجتمع ويسمع له، لأني أعتبر أن هذا جزء هام من الشعب الجزائري، له قدرات علمية، له قدرات مالية، له قدرات استثمارية، لابد من إشراكهم. هكذا يكون العدل بين الجزائريين وهكذا تأتي التنمية الشاملة بالنسبة لكل الشعب الجزائري وبالنسبة للجزائري كلية. لم ينتهي وقتك بعد. شكرا. نفس السؤال موجه للمترشح عز الدين ميهوبي. لن يستسغ إخواننا وأخواتنا في الخارج التهميش الذي طالهم من خلال التعديل الدستوري الأخير. ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر وهي القادرة على أن تقدم الكثير لبلادنا في كل المجالات؟ شكرا. لا أعتقد أنه يوجد بيت جزائري واحد ما عندوش عائلته أو أقاربه مقيمين في الخارج كمهاجرين. 16% من الجزائريين هم مقيمون بين أوروبا وأمريكا الشمالية والمغرب العربي والخليج وغيره من بلدان العالم. إذن هذه طاقة جزائرية معطلة يجب أن نوظفها التوظيف الإيجابي في خدمة الوطن. الشيء الأول الذي أقوم به هو وهو التزمت به في برنامجي هو تنصيب المجلس الوطني للجالية، أن يكون مشكل من كفاءات وخبرات عالية هي التي تضع ورقة الطريق لكيفية تعاملها مع الجالية ومع الداخل حتى نتمكن من إضفاء مرونة في التعامل بين الجانبين. يجب أيضا أن نحسن شروط تنقل الجالية بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، أن يستفيد أبناء الجالية من كل الامتيازات التي يستفيد منها الجزائريون هنا. في مجال السكن مثلا اشترط عليهم أن يشتروا سكن كامل بالعملة الصعبة، نحن نقول سنخفض إلى 50% في هذا المجال. الشيء الآخر هو أن نسقط المادة 51 من الدستور لأنها ظالمة لأبناء الجزائر الذين هم في الخارج. الشيء الآخر هو هذه الخبرات العالية عالية المستوى، يعني أمثال قاسم حبة ولا كمال زغيب ولا سيمليكشي ولا سيبورنان والأسماء الكبيرة اللي زينت رفعة الجزائر في الخارج، علينا أن نستفيد منها ومن غيرها في الدفع بالبحث العلمي في الجامعات الجزائرية وبالدفع أيضا بالمستوى الاقتصادي الداخلي في الجزائر. هذه الأشياء التي أعتقد أن الجالية بحاجة إليها. نفس السؤال يتكرر للمرة الأخيرة على المترشح عبد القادر بن غرينا. لن يستسغ إخواننا وأخواتنا في الخارج التهميش الذي طالهم من خلال التعديل الدستوري الأخير. ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع جاليتنا في المهجر وهي القادرة على أن تقدم الكثير لبلادنا في كل المجالات؟ أشكرك سيدتي. أول حاجة يتوقف قوانين السلطة تصبح قانون للدولة، مش عندي تصفية حسابات مع واحد وهو موجود في الخارج ندير له مادة باللي باش ما عندوش الحق يستلم منصب. أزمة الجالية الجزائرية في المهجر ما هيش في استلام المناصب، في تأسيس
وزارة حقيقية للجالية تهتم بهم. رقم اثنين أن وزارة التربية الوطنية تدير مدرسة لأبناء الجزائريين والجزائريات باش يتشربوا مبادئ الأمة الجزائرية ومشروع الأمة الجزائرية، وتربط ولادنا في المهجر بالجزائر الأم، كما أن دول تقوم أساسا اقتصادياتها على التحويلات لجالياتها مثل المغرب ومثل لبنان. إذن عندما أتكلم أساسا يجب أن أؤسس لمدارس في المهجر لأبنائنا وبناتنا المغتربين. رقم ثلاثة، يجب فتح بنوك جزائرية، يجب أن نفتح لها في برنامجنا فروع لها من أجل التحويلات، من أجل المرافقة، من أجل الاستثمار سواء في الجزائر أو في الدولة التي هي موجودة فيها. رقم أربعة، وقد يراها الناس شيء صغير، راهم يدفعوا كاين ل 5000 أورو لنقل جثامين، ودرنا بند خاص في البرنامج لهذا الشأن. غيرها أغلب الجالية إذا استثنينا التاريخية هم أدمغة، وهناك إحصائية تقول حوالي 6000 واحد هم يرأسون مراكز بحوث عالمية. دائما حكم الفرد إذا تولد مع الاستبداد تهجر الأدمغة، يجب أن نوفر نفس الشروط الموجودة في الخارج للأدمغة تعود للجزائر. السؤال الرابع دائما في المحور الاقتصادي والاجتماعي، إليك الكلمة جلال. السؤال الرابع عن الشباب وما أدراك بالشباب الجزائري، ومع المترشح علي بن فليس أبدأ السؤال. يتطلع الشباب الجزائري إلى سياسة توفر له فرصا أنجح